خلونا ننتقل إلى خبر آخر متعلق بينا هنا في مصر ومتعلق بهيئة التأمين الاجتماعي تحديدا، واللي بتعلن عن مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، واللي بينعقد على مدار يوم 28 ويوم 29 سبتمبر الجاري 2022 في دورته السادسة في مدينة شرم الشيخ. المؤتمر بيعتبر أول ملتقى عربي في منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب والمعلومات والخبرات بين المهتمين بمجال الحماية الاجتماعية. بالقطع مصر الحقيقة بقالها أكتر من 8 سنين دلوقتي، أو تقريبا هم 8 سنين في اهتمام حقيقي وأصيل بمظلات الحماية الاجتماعية، ويمكن على النطاق بتاع هيئة التأمينات الاجتماعية أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحديدا تاخد بالك في القرارات الأخيرة بالمناسبة، واللي كانت صادرة من بدري من إبريل الماضي تحسبا لكل النتائج بتاعة الحرب الروسية الأوكرانية، وإزاي تم اتخاذ أنه زيادة المعاشات وأنها تزيد بدري عن معدلها الطبيعي بحوالي كانت 3 أشهر. أنت عارفين المعاشات بتزيد والمرتبات بتاعة الحكومة بتزيد دايما في شهر 7 مع بداية العام المالي الجديد. خلينا ناخد معانا على التليفون الأستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا يوسف بيه، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إزاي الصحة؟ يا رب يكون كل حاجة تمام. الله يخليك يا فندم. أهمية المؤتمر ده إيه؟ يعني في ناس يا فندم تقول يعني إحنا هنقعد نشارك في مؤتمرات، إيه النتائج اللي إحنا هنطلع بيها؟ إحنا اللي يهمنا إن المعاشات تبقى حلوة، مظلات الحماية الاجتماعية تبقى كويسة إلى آخره. فخلينا نشرح للناس أكتر إيه أهمية مؤتمر زي ده ومشاركة مصر فيه. وحضرتك اسمح لي بس في البداية أوضح بس نبذة طبعا استكمالا لكلام حضرتك. فضل يا فندم. مصر طبعا لها دور رائد في مجال التأمين الاجتماعي على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وتعتبر من أقدم أنظمة التأمين الاجتماعي اللي موجودة على مستوى ممكن قد يكون العالم، لأن بدأ نظام التأمين الاجتماعي في مصر سنة 1854. طيب حضرتك احنا زي ما حضرتك اشدت كده في البدايه ان الدوله بتاخد خطوات علشان اصحاب المعاشات وغيرهم من المؤمن عليهم وتحمي الفئه دي. طبعا مصر كان ليها تجربه في الاصلاح في مجال التامين الاجتماعي سنه 2019، التجربه دي كانت تجربه ثريه ادت ان المنظمات الدوليه بدات تشيد بهذه التجربه المصريه وتجربه الاصلاح دي. وطبعا مصر بدورها الرائد كان يجب عليها ان هي تشارك الانظمه العربيه او انظمه التامين الاجتماعي في العالم العربي، لان نظام التامين الاجتماعي المصري مستقى من احكامه اغلب التشريعات اللي موجوده في العالم العربي. عظيم. كان لازم يكون في مؤتمر، المؤتمر ده هو بينعقد بقاله فتره بس الاول مره بيعقد في مصر عشان تبادل الخبرات والتجارب زي ما حضرتك أشرت في مقدمة حضرتك، وإن المؤتمر دون بيشارك فيه طبعا هو تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين الاجتماعي، ويشارك فيه من بره مصر البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التنمية الإسلامي والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي ودول اجنبيه وشركات التقاعد الخاصه. وهيبقى في 45 متحدث عالمي واقليمي بيناقشوا المكونات الحيويه لبناء اطار عمل التامينات الاجتماعيه. اهم الموضوعات اللي هيتناولها المؤتمر التحديات والاصلاحات الممكنه لاستدامه المعاشات التقاعديه في العالم العربي. زي ما وضحت لحضرتك ان احنا كان عندنا اصلاح في منظومه التأمين الاجتماعي. الإصلاح ده أدى إن فض التشابك ما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، اللي هو بحيث إنه ما يصبحش في أي وقت من الأوقات يبقى فيه نوع من أنواع التشابكات المالية، لأن كل أنظمة التأمين الاجتماعي بتبقى فيه تشابكات مالية ما بينها وما بين الدولة، فدي تجربة تستحق إن هي يلقى عليها الضوء. ثاني حاجة موضوع توسيع التغطية التأمينية أو الشمول التأميني
الاستفادة علشان نقدر نوصل للعمالة غير المنتظمة، تجارب الدول التانية إيه، تجاربنا إحنا إيه، علشان نوصل للتأمين على هالفئات اللي هي بنشملها بالحماية الاجتماعية. الموضوع الثالث طبعا حضرتك أعلم إن بعد جائحة كورونا كانت في دروس مستفادة حتة التباعد الاجتماعي، وكانت في حزمة من الحماية الاجتماعية صحيح فيها العديد من الدول ومنها مصر عشان حماية الفئات الأكثر حشاشة الموجودة في المجتمع. من ضمن الموضوعات برضو اللي هتبقى موجودة على يعني في المؤتمر اقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم الإنفاق على المعاشات التقاعدية. أنا حضرتك لك أن تتخيل إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتصرف حوالي 24 مليار جنيه شهرياً، أي أو يبقوا أكثر من 300 مليار جنيه سنوي. طب لازم يبقى في استدامة مالية لهذه الأنظمة طبعاً، ويبقى حجم الإنفاق الناس شايفاه. طبعاً من ضمن الموضوعات اللي مطروحة الرقمنة والتحول الرقمي عظيم ومنصات التكنولوجيا المعلومات. طبعاً أنت لازم تستفيد بتجارب الناس التانية أو الدول الأكثر تقدماً وتطبق على النظام المصري، على الرغم ان احنا واخدين خطوات واسعه في التحول الرقمي ومنصات التكنولوجيا المعلومات في التامين الاجتماعي. حلو. طبعا اهم محور من المحاور طبعا محور الاستثمار، وعلى الاخص بعد جائحه كورونا والحرب الدائره في اوروبا في الوقت الحالي وتاثير الحرب وجائحه كورونا على الاستثمار ايه ومجاله ايه، لان معروف ان الاستثمار في نظام التأمين الاجتماعي من أهم العناصر، لأن أنا بجمع أموال المؤمن عليهم لحد ما بيبلغوا سن المعاش وابتدي أحولها لمعاشات تقاعدية أو رواتب شهرية بياخدوها طوال حياتهم هم وأسرتهم. بالظبط بالظبط. فلازم يبقى في فكر للاستثمار والاستفادة من التجارب. صحيح. وبالتالي نقدر نحقق الاستدامة بتاعت هذه المعاشات ومعدلات الزيادة بتاعتها بشكل سنوي إلى آخره، بما فيه النفع والصالح في النهاية خالص لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من هذه المعاشات. أنا أشكرك جدا 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 أستاذ محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.